اخطب فيش عريس؟ اقلل منه واظهر عيوبي. اول سؤال لازم اساله انت بتشخر ولا لا؟ يجي يقعد في الريسبشن عندك تسيبيه وتطلعي بره. ممكن مثلا اقابله ببرود اول مقابله خالص. اطلع في القطه الفطسانه اقول له احساسي بيك ان انت زي اخويا. هقول انا مرتبطه مش حبك مش عايزك. عقده في حياته يعني. ازق عليه ماما مثلا. اول حاجه بقول له ان انا رافضه الموضوع، يعني انا مش شايفه ان الراجل ليه اهميه في حياتي. هتعامل ببرود مجرد كماليات يعني. انا مش راضيه من الاول. لا مش عايزك، انت مش الشخص المناسب ليا. هحاول افلسع منه، مش عارفه ازاي بس هحاول يعني. ممكن اتجه للعمر، هعمله بطريقه رخمه كده اخليه يطفش. تقدر تقول لي انت عايز تتجوز ليه؟ علشان دي سنة الحياة. سنة الحياة انك تجيب واحدة تتحكم فيها وتفرض عليها سيطرتك عشان تحل عقدك وتغطي مركبات النقص اللي عندك؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ده حاجة مش معقولة ابدا. انا عايزة مواصفات كذا والمواصفات دي مش فيه. في الاخر بصغر صغرات وحشة. بس انا يعني طفشت خلاص الحمد لله.